شكرا للشاعر سنه، شاعر جبل عامل. خذلني موبايلي ايضا فقدمت الشاعر قبل ان اقدم سفيرنا الدكتور عجمي. واذا دكتور عجمي اذا تفضلت الان يقص علينا سفيرنا من حكايات الشعوب. مساء الخير. قبل ما نحكي لكم حكاية، هي دعوة لكل من يجد في نفسه الرغبة والقدرة على التقديم. يعني أي واحد من الشباب، الإخوان الصبايا الشباب، بحس أنه عنده القدرة اللغوية أن يقرأ شعراً لسواه إذا لم يكن شاعر، أو يقرأ نصاً لسواه، ولديه القدرة أن يقف على منبر ويقرأ، فليأتي إلينا، نحن بحاجة له. أي حدا؟ نحن معك دكتور علي، طلبنا نحن. هذه الحكاية ستعجبكم، هي حكاية من الأدب التركي، حكاية العاشقة وبئر الماء والناي. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، وفي زمان سابق لكل زمان، عاشت أميرة رائعة الجمال، شعرها شلال قمح، عيناها دورقان من عسل مصفى، شفتاها حبتا عناب في موسم نادر. على فكرة النص الحكاية حكاية، بس هذا النص كله من تأليف يعني الكتابة. وجهها وجهها يشرق مثل صبح لم يألف الغيوم، صوتها تنهيدة فجر، وكان اسمها نغم. ولما بلغت فاجأها العشق كما السيل، ليجتاح كل زاوية من قلبها الطفل. أحبت شابا وسيما، طويلا كرمح، بهيجا كفرح الأعياد، قويا مثل فارس اعتاد على الانتصارات، وكان اسمه يزن. وقد أخذهما العشق تحت خيمته الواسعة، وظللهما بردائه المزدان بحمرة اللهب وانتفاضة البراكين وانفجارات الشموس القصية، وراح العاشقان يرمحان في برار العشق الشاسعة مثل غزالين تشكلا من صخب المحيطات ومن هدوء المساءات في القرى، وكانا يوزعان فرحهما على الأشجار والحقول، ويزرعان النشوات البكر حين يلتقيان في أي مكان وفي كل مكان. كانا يستظلان بالشمس والريح، ويركبان الموج والعواصف، ويقطفان من كل لقاء سرا حميما لا يعرفه أحد سواهما وسوى الطبيعة والأمكنة. وما كان للطبيعة ولا للأمكنة أن تكشف الأسرار. وكما في كل الحكايات التي تسمعونها، غضب والدها الملك حين أبلغته برغبتها في الزواج من هذا الشاب، فهو من عامة الشعب، وما من ملك يرضى بذلك. لكن نغم لم ترضى، وظلت تلتقي بعاشقها سرا، وظلا معا يقطفان أسرار العشق من منابعه الوضيعة. والملك أيضا لم يرضى، قام بالتضييق على ابنته، منعها من الخروج من بوابة القصر، لكنها ظلت تغافل العسس وتتسلل للقاء الحبيب. وذات صباح اختفى يزن، اختفى فجأة ولم يعد يعثر له على أثر.
فتشت عنه نغم في كل مكان ضمهما، سألت عنه الأرض والسماء، توسلت إلى الشمس والقمر والنجوم، لكن يزن اختفى كأن أرضا نائية ابتلعته في أحشائها الدفينة. وسارت الأخبار بأن الملك قتل يزن، أو أنه أخفاه في باطن سجن لا يصل إليه أحد، لكن نغم لم تمل من البحث عن يزن، قادتها خطاها إلى كل مكان جمعهما، وكل حقل ضم جسديهما، وكل ظل خيم فوق أسرارهما الملتهبة. وتمر الأيام والشهور، وصحة نغم تعتل، وجمالها يذوي رويدا رويدا، ولما شعرت أنها شارفت على النهاية، وقد ناء بها الحمل الهائل من أسرار العشق، وما عاد جسدها الناحل يقوى على ثقل ما تعاني، وما عاد قلبها قادرا على اختزان كل تلك الأسرار، ولأنها تدرك أنها أعجز من أن تبوح بسرها لأحد، جرت جسدها الواهن في صباح باكر نحو بئر ماء وسط حقل فسيح، كثيرا ما كانت تلتقي بحبيبها في أحضانه. استلقت عند حافة البئر، أدنت رأسها من فوهته الضيقة، وصرخت بكل وجع: يا بئر يا بئر، ليس لي أحد سواك، ليس لي أحد سواك أبث حزني وأحمله أسراري. ثم راحت تلقي بحملها من الأسرار من فوهة البئر، وكان كلامها مضمخا بالوجع الكبير والحزن المرير. لم تترك نغم شاردة ولا واردة إلا وأخبرت البئر بها، لم تترك سرا إلا ونطقت بتفاصيله لماء البئر الدفين. ومع كل صرخة وجع، مع كل لهفة اشتياق، مع كل ترجيعة حزن، كان دمع البئر ينهمر وينهمر، والماء يعلو فيه ويرتفع، فكأن كل وجع تحول موجة عارمة، وكأن كل سر ابتلعه البئر صار فيضانا من الماء. وظلت نغم تروي وتروي وتروي، والماء يعلو ويعلو ويعلو، حتى فاض كسيل من فوهة البئر، وراح يمتد في الحقل المجاور حتى غطاه، ولم يتوقف فيضان الماء حتى توقف الفيض الجارف في قلب نغم، وتوقف النبض في عروقها، وارتمت هناك خاوية الوفاض، هامدة النفس بلا حراك، خفيفة الحمل بعد أن أفرغت كل ما في جعبتها من أسرار. في اليوم التالي عثر عليها حرس الملك ميتة عند حافة البئر، فنقلوها إلى القصر. لقد روت نغم للبئر حزنها وأسرارها، فشاركها البئر وجعها بدمع غزير وماء وفير، فاض حتى روى الحقل المجاور، فأنبت مرجا زاهيا من القصب، وكان القصب أخضر كزرع الجنة، ومستقيما مثل جسد يزن، ويانعا ريانا مثل ضحكة نغم، ومتمايلا مثل رقصة العشق التي مارسها الحبيبان حتى انطفاء الروح. وذات صباح مشمس مر في المكان راع بقطيعه، ترك أغنامه ترعى والعشب وفير، أعجبته عيدان القصب المتراقصة وقد أنضجتها الشمس الدافئة. اقتطع عودا منها، جلس عند حافة البئر، وراح يشذب عود القصب ويقلم أطرافه ويزيل أوراقه ولحاءه، ليصنع منه نايا لم ير شبيهه من قبل. وحين اكتمل العمل وصار الناي جاهزا، بدأ الراعي ينفخ فيه، ولشد ما كانت دهشته، فكل لحن خرج من الناي كان يموج رقة ويتهادى على حفاف الوجع،
وكل بحة شدا بها الناي كانت كأنها حشرجة عاشق لوعته الحرقة واكتواه ألم الفراق بناره. اعلموا يا أحبتي أنكم كلما أصغيتم إلى عزف على ناي أينما كان وأينما كنتم فأنتم لا تسمعون إلى موسيقى ولا إلى ألحان، بل تسمعون إلى الوجع الطالع من روح نغم. هذا هو الناي، روح نغم. والسلام عليكم.